استمعت لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة باجتماعها اليوم إلى إفادة مديرة إدارة التمريض السابقة في الوزارة حول ما يتعلق بشبهات التجاوزات الواردة في عقود التمريض. مقرر اللجنة النائب سعد حماد أوضح أن اللجنة قررت الاجتماع الأسبوع المقبل لاستيضاح المزيد من بعض المسؤولين بالوزارة ولإعداد تقريرها النهائي والتصويت عليه وإحالته لمجلس الأمة قبل بداية دور الانعقاد المقبل.